بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. أضواء من فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان حفظه الله. الدرس 72 بعد 100. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سئل الشيخ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عمن يثبت النزول لله سبحانه إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث وعمن ينفي ذلك، فأجاب رحمه الله بقوله الحمد لله رب العالمين، أما القائل الأول الذي ذكر نص النبي صلى الله عليه وسلم فقد أصاب فيما قال، فإن هذا القول الذي قاله قد استفاضت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، واتفق سلف الأمة وأئمتها وأهل العلم بالسنة والحديث على تصديق ذلك وتلقيه بالقبول، ومن قال ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم فقوله حق وصدق، وإن كان لا يعرف حقيقة ما اشتمل عليه من المعاني كمن قرأ القرآن ولم يفهم ما فيه من المعاني، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وأمثاله علانية وبلغه لأمته تبليغا عاما لم يخص به أحدا دون أحد ولا كتمه عن أحد، كانت الصحابة والتابعون تذكره وتأثره وتبلغه وترويه في المجالس الخاصة والعامة، واشتملت عليه كتب الإسلام التي تقرأ في المجالس الخاصة والعامة كصحيحي البخاري ومسلم وموطأ مالك ومسند الإمام أحمد وسنن أبي داود والترمذي والنسائي وأمثال ذلك من كتب المسلمين. لكن من فهم من هذه الأحاديث وأمثالها ما يجب تنزيه الله عنه لكن من فهم من هذا الحديث وأمثاله ما يجب تنزيه الله عنه كتمثيله بصفات المخلوقين ووصفه بالنقص المنافي لكماله الذي يستحقه فقد أخطأ في ذلك، وإن أظهر ذلك منع منه، وإن زعم أن الحديث يدل على ذلك ويقتضيه فقد أخطأ أيضا في ذلك، فإن وصفه سبحانه وتعالى في هذا الحديث بالنزول هو كوصفه بسائر الصفات، كوصفه بالاستواء إلى السماء وهي دخان، ووصفه بأنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش، ووصفه بالإتيان والمجيء في مثل قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة، وقوله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، وقوله وجاء ربك والملك صفا صفا، كذلك قوله تعالى خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقوله والسماء بنيناها بأيد، قوله الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء، قوله يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، وأمثال ذلك من الأفعال التي وصف الله تعالى بها نفسه التي يسميها النحاة أفعالا متعدية وهي غالب ما ذكر في القرآن، أو يسمونها لازمة لكونها لا تنصب المفعول به بل لا تتعدى إليه إلا بحرف الجر كالاستواء إلى السماء وعلى العرش والنزول إلى السماء الدنيا ونحو ذلك، فإن الله وصف نفسه بهذه الأفعال ووصف نفسه بالأقوال اللازمة والمتعدية في مثل قوله وإذ قال ربك للملائكة، وقوله وكلم الله موسى تكليما، قوله تعالى وناداهما ربهما، وقوله ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، وقوله والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقوله الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا، وقوله الله نزل أحسن الحديث، وقوله وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، وقوله وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله ولقد صدقكم الله وعده، وكذلك وصف نفسه بالعلم والقوة والرحمة ونحو ذلك كما في قوله ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء،
وقوله إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين، وقوله ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وقوله ورحمتي وسعت كل شيء، ونحو ذلك مما وصف نفسه في كتابه. وما صح عن رسوله صلى الله عليه وسلم فإن القول في جميع ذلك من جنس واحد. ومذهب سلف الأمة وأئمتها أنهم يصفونه بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في النفي والإثبات. والله سبحانه وتعالى قد نفى عن نفسه مماثلة المخلوقين، فقال سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال تعالى: هل تعلم له سميا؟ فأنكر أن يكون له سمي. قال تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا. قال تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. قال تعالى: ليس كمثله شيء. ففيما أخبر به عن نفسه من تنزيهه عن الكفء والسمي والمثل والند وضرب الأمثال له بيان أن لا مثل له في صفاته ولا أفعاله، فإن التماثل في الصفات والأفعال يتضمن التماثل في الذات، فإن الذاتين المختلفتين يمتنع تماثل صفاتهما وأفعالهما، إذ تماثل الصفات والأفعال يستلزم تماثل الذوات، فإن الصفة تابعة للموصوف بها، والفعل أيضا تابع للفاعل، بل هو مما يوصف به الفاعل. فإذا كانت الصفتان متماثلتين كان الموصوفان متماثلين، حتى إنه يكون بين الصفات من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الموصوفين، كالإنسانين كما كانا من نوع واحد تختلف تقاديرهما وصفاتهما بحسب اختلاف ذاتيهما، ويتشابه ذلك بحسب تشابه ذلك. كذلك إذا قيل بين الإنسان والفرس تشابه من جهة أن هذا حيوان وهذا حيوان، واختلاف من جهة أن هذا ناطق وهذا صاهل، وغير ذلك من الأمور، كان بين الصفتين من التشابه والاختلاف بحسب ما بين الذاتين، وذلك أن الذات المجردة عن الصفة لا توجد إلا في الذهن، فالذهن يقدر ذاتا مجردة عن الصفة ويقدر وجودا مطلقا لا يتعين، وأما الموجودات في أنفسها فلا يمكن فيها وجود ذات مجردة عن كل صفة، ولا وجود مطلق لا يتعين ولا يتخصص. وإذا قال من قال من أهل الإثبات للصفات: أنا أثبت صفات لله زائدة على ذاته، فحقيقة ذلك أن نثبتها زائدة على ما أثبته النفاة من الذات، فإن النفاة اعتقدوا ثبوت ذات مجردة عن الصفات، فقال أهل الإثبات: نحن نقول بإثبات صفات زائدة على ما أثبته هؤلاء. وأما الذات نفسها الموجودة فتلك لا يتصور أنها تتحقق بلا صفة أصلا، بل هذا بمنزلة من قال: أثبت إنسانا لا حيوانا ولا ناطقا ولا قائما بنفسه ولا بغيره، ولا له قدرة ولا حياة ولا حركة ولا سكون، أو نحو ذلك. أو قال: أثبت نخلة ليس لها ساق ولا جذع ولا ليف ولا غير ذلك، فإن هذا يثبت ما لا حقيقة له في الخارج ولا يعقل. ولهذا كان السلف والأئمة يسمون نفاة الصفات معطلة، لأن حقيقة قولهم تعطيل ذات الله سبحانه وتعالى، وإن كانوا هم قد لا يعلمون أن قولهم مستلزم للتعطيل، بل يصفونه بالوصفين المتناقضين، فيقولون هو موجود قديم واجب، ثم ينفون لوازم وجوده، فيكون حقيقة قولهم موجود ليس موجودا، فيكون حقيقة قولهم موجود ليس بموجود، حق ليس بحق، خالق ليس بخالق، فينفون عنه النقيضين، إما تصريحا بنفيهما، وإما إمساكا عن الإخبار بواحد منهما. ثم بين الشيخ رحمه الله شبهتهم في ذلك، وهي الفرار من التشبيه بزعمهم، ورد عليهم فقال: وما فر منه هؤلاء الملاحدة ليس بمحذور، فإنه إذا سمي حقا موجودا قائما بنفسه حيا عليما رؤوفا رحيما، وسمى المخلوق بذلك، لم يلزم من ذلك أن يكون مماثلا للمخلوق أصلا، ولو كان هذا حقا لكان كل موجود مماثلا لكل موجود، ولكان كل معدوم مماثلا لكل معدوم،
وبهذا القدر انتهت هذه الحلقة، إلى الحلقة القادمة بإذن الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.